لو الحكاية فيها إن فيتو ينفض المنزعات بدل لا غير نموذج 10 من دريبة المبيعات تمام كده؟ هم عاوزين بس أو تعديله أو تعديل البيانات فيها تعديل بعد كده بالنسبه لضريبه المبيعات يبقى ربع سنوي طريق التسليم يبقى ربع سنوي والزام المصلحه اللي هو بيتها وعاده جديده بيبقى عليها موقع الالكتروني كنت التطبيق ده بيتها في غرفه القاهره على الاساتذه عشان على غرفه الجيش دي مش في التوصيات بس يكتبوا تحت في الموقع بتاع ضريبه المبيعات بس عندهم حبر ماشي طب بعد كده و في التوصيات الاستاذ ياسر ولا هتقعد مع الاستاذة لا معايا مدة تقادم تبقى سنتين بدل 5 سنوات تمام الضريبة الإضافية على الضريبة الإضافية اللي هي بتاعت الفوايد 1% 1% ده بس لا الفوايد في فوايد لا لسه في فوايد بس الأول فوايد صح الأول الضريبة الإضافية اللي هي على المبيعات تبقى من تاريخ تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد صح كده؟ من الضرائب العامة من تاريخ الاستحقاق تاريخ نهاية تاريخ قرار لجنة قرار لجنة الفحص لجنة الفحص أو لجنة فض المنازعات أو متى أصبح لدينا معلوما؟ أنا عايز بس توزيع القرار الإداري 51% حضرتك نفسك كنت عايزة تشريع ده وبعدين تعطيك اللائحة التصرفية كتابك التي لم تستوعب كتابك دي فوائد التأخير ده نص قانوني انا ما اقدرش اعمل القضيه اللي هي ما انا معايا حكم من فوائد ما انا حاطط معايا حكم من ده فوائد التأخير بقى انت بتحس فوائد التأخير مش على النقطه النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها غير النقطه اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ حضرتك انا امتى تحس فوائد التأخير من تاريخ علم العلم بالدين حضرتك تبتدي تحسب عليه نهائيا من او ما بقى نهائي العلم بالدين ولا يعني حضرتك انت بتقدم لي اقرار انت دلوقتي عالم بالدين اللي عليك اصبح ده نهائي طب جيتي فحصتي وطلعتي فوق احنا دلوقتي حضرتك الفرق ده بناء انا لسه قلت لحضرتك هل هو تهرب من حضرتك عندك مخالفه ولا حضرتك يا استاذه لو هو تهرب حسب المتهرب ماشي دافعين فوائد ولا دافعين ده متهرب ما ده متهرب انما انا بتكلم ان انا عندي فروقات فحص ما عجبكيش همش الربح بتاعي ما عجبكيش المصاريف بتاعتي طلعت على الفراش النهارده بتطلع من الحته دي في